والأم، وبالتأكيد بناء المجتمعات، يعني بناء دولة ومدن وغيرها. دائما عندما تكون أسرة متكاملة دائما ينتج من عندها جيل متكامل من كل النواحي. لذلك اليوم دور الأسرة في بناء المجتمعات على يعني المجتمع العراقي أو كل المجتمعات في العالم هو يبدأ من الأسرة نفسها. حتى في المدارس نشوف عندما يكون هنالك جيل منضبط بهذه المدرسة أو تلك، بالتأكيد نواة هذا الجيل هي الأسرة نفسها. راح نتحدث بتفاصيل هذا الموضوع. يسرنا أن نستضيف الباحثة والأكاديمية خلود الشمري. صباح الخير ونهار سعيد وشكرا لحضورك معنا. صباح الخير عليكم وعلى قناتكم وعلى جميع المشاهدين الكرام. بداية، عدة تعريف للأسرة بصورة عامة، لكن اليوم نريد تعريف بسيط، ما هي الأسرة من وجهة نظر علم الاجتماع تحديدا؟ اولا احنا نقول الاسره هي نواه المجتمع. يعني الاسره هي مجموعه صغيره من الافراد، يعني ترابط اسري وصله رحم ما بينهم. هناك الكثير من الاسر الصغيره والاسر اللي امتدادها كبير من الجد والجده والاب والابناء، هاي بيناتهم روابط جدا قويه بيناتهم، الود والاحترام والتقدير. الاسره هي مثل ما قلنا اساس المجتمع، واذا اليوم تشوف مجتمع متحضر فشيء اكيد الاسر هي المتحضره، لان اطفالنا ابنائنا من ينشؤون في اسره مترابطه، اسره لديها ثقافه ووعي اجتماعي، شيء اكيد الابناء والاطفال راح يترعرعون، لان شوف الاطفال هم قدوتهم الاب والام والجد والجده، فهذا الترابط والسلسله هي من تعطي النتاج للمجتمع. هناك نقول بذرة صالحة وهناك بذرة غير صالحة، فهذا كله من بعدها الصحبة والمدرسة. نعم لكن هو الأساس الأول هي الأسرة، بعد ذلك يبني المجتمع. دائما نذكر أن الأسرة ممكن أنه تبني القيم وأيضا السلوكيات للأشخاص نفسهم، لكن هنالك فرق ما بين القيم وأيضا السلوك. شنو الفرق بنظرك؟ القيم أنت اليوم من تريد تزرع قيم داخل أبنائك، إحنا اليوم نتحدث عن الأسرة والأبناء بما وبعد ذلك على المجتمع. عندما تزرع القيم، هاي القيم أولاً من خلال تصرفاتك وسلوكك وما ترسخ من بذاكرتك من القدوة إليك الأب والأم. يعني اليوم إحنا من يزرعها تحديداً؟ يعني من يزرع القيم والسلوك عند الأبناء؟ هل هو الأب أم الأم؟ يعني على من يقع هي المسؤولية طبعا مشتركة ما بين الأب والأبدا ما نقول اليوم الأم هي تزرع القيم أو الأب، المسؤولية مشتركة. لكن بحكم عمل الأب دائما وخروجه للعمل تشوف الأم متلاصقة مع أبنائها، فتقع يمكن المسؤولية أكبر على الأم. هناك الأمهات تلقاها ذات وعي كبير وثقافة، مو شرط إلا متعلمة وتزرع القيم بداخل أطفالها. لا، هناك الكثير من الأمهات، وهسه احنا لو نرجع لأمهاتنا كانن أميات لكن زرعن يعني رجال ونساء لهم اليوم بصمتهم بالمجتمع. فلذلك القيم هي تزرع من خلال الآباء والأجداد وسلسلة إلى الأبناء. اليوم احنا نقتدي بهاي الشخوص اللي هم اليوم قدوتنا. إذا كان الأب يعني عنده شخصية قوية رصينة يحترم زوجته أمام أبنائها، شيء أكيد أنا راح أقتدي بوالدي وأقتدي بأمي من خلال تصرفاتهم، من خلال القيم اللي يزرعونها بداخل الشخص. اليوم مثلا أنا أزرع الانتماء لهذا البلد، شلون أزرع انتماء أو حب ابني البلد؟ من خلال أولا المحافظة على بيتي، محافظة على الشارع، المحافظة على المدرسة، هاي كلها تولد عد الطفل او يعني قيم واخلاق. يعني اليوم من احنا نقول نحافظ على بلدنا، هاي مو من فراغ وانما اجت تسلسل من خلال التنشئه الاجتماعيه الصالحه للابناء. لكن لابد من تقسيم الواجبات اللي يقع دائما على عاتق الاب او الام، يعني تقسيم الواجبات ما بين الاثنين من الناحيه التربويه. ما هي الواجبات، ما هي واجبات الام وأيضا اتجاه الأبناء، وما هي واجبات الأب
تجاه الأبناء من الناحية التربوية تحديدا؟ الأم هي قلت لك كون الأم دائما مرتبطة بأطفالها بعدم يعني أو قلة خروجها البيت شوف يعني مسؤوليتها نقول تقع أكبر من الأب، لكن بالاحتياجات العاطفية باحتياجاتهم للأمور الروحية والغذاء والأكل هاي وأيضا التربية الصحيحة، لكن على الأب تقع عليه مسؤولية كبيرة بزرع القيم بزرع التربية الصحيحة لأبنائه. اليوم إذا الأب غير متواجد مع أبنائه راح هذا الطفل ينشأ أو راح ما يعرف حتى هويته لأن ما وجد الشخص اللي يوجهه ينطيه التوجيه الحوار ما بين الأب والابن أو البنت، هذا راح يزرع الثقة ما بين الأبناء والأباء. طيب هنا شو راح نحدد إنه هاي التربية صحيحة أم هذه التربية خاطئة من خلال الأب والأم؟ يعني شو راح من خلال اليوم احنا عندنا الكثير من الاسر المتفككه كثير وهناك اسر مترابطه عندها نوع من الحب والتواد والرحمه ما بينهم فخلال انت تشوف افراد هاي الاسره من تشوف الطفل ينشا على تنشئه صحيحه عنده قيم عنده حب البلد عنده حب البيت لاخوانه شيء اكيد هذا انا الاب والام يعني تعبوا على تربيته لكن الكثير من الاسر نقول اليوم اللي يعني متفككه اجتماعيا متفككه اسريا من خلال يعني مثلا الطلاق ما بين الام والاب من خلال انشغال الاب باعماله وترك ابنائه يعني يعملون ما يشاء يكون دائما بعيد عن ابنائه اذا كان من ناحيه الام والاب. طيب هناك مشكله ايضا اخرى موجوده عند بعض الاسر انه تشوفين الاب او الام يشاركون ابنائهم بنفس الاخطاء او ممكن انه عند ما يكون الاب والام مخطئين شوف الابناء ايضا يشاركون بالتاكيد اولياء امرهم بنفس الاخطاء. فعلا لان هو هذا اليوم انا قدوتي من شيء اكيد انا قدوتي اليوم والدي والدتي بعد ذلك معلم مدرس فاني من اشوف يعني اليوم اقتدي وخاصه الطفل هو يكتسب بسرعه كبيره يعني وياخذ ما يشاهده يعني انا اليوم من اشاهد والدي او والدتي او الزوجين ما بيناتهم ماكو احترام هناك يعني حوار معدوم بالأسرة شيء أكيد هذا راح يقتدي الطفل الابن يقتدي بالأكبر من عنده يقتدي بقدوته اللي هو الأب والأم. أما إذا وجدت الأب يعني كل ما في البيت هو متماسك من خلال الحوار الثقافة بيناتهم الهدوء التواصل الرحمة ما بين الأسرة مو فقط اليوم الأسرة الصغيرة لا يعني أشوف والدي من يسأل على والده أو على أخوانه على أخواله على أعمامه هذا أنا راح أقتدي به من أكبر. الفرق ما بين أسرة اليوم وأسرة الأمس تعتقدين يعني؟ نعم الكثير من الفوارق اليوم عندنا قلة صلة الرحم زين انشغالنا بمواقع التواصل الاجتماعي يمكن قبل اذا اسره صغيره يعني احنا الاسره متسلسله يعني جد لكن الكثير من الازواج اليوم يعني يكونون في بيت بمعزل عن عائلتهم الكبيره بمشاغل هاي الحياه يمكن قبل كل جمعه كل خميس يروحون لاهلهم هسه اكتفينا بالواتساب او اكتفينا بالاتصال شلونك كذا الى ان تكون التواصل بعيد عن اهلنا وعلى او شبه معدوم اصبح يعني أيوه شبه معدوم فللاسف الشديد هذا قلل من التواصل قلل من صله الرحم ما بين بعضنا البعض فهي ايضا اثار سلبيه للابناء. يمكن اللي ذكرتي الواتساب و مواقع التواصل اللي خلت انه صلة الرحم تكون قليلة والتواصل على ارض الواقع يكون ايضا قليل اصبح فقط في الهواتف الجوالة. خلينا ايضا نسلط الضوء على هذا الموضوع بما يخص الهواتف الجوالة وايضا التكنولوجيا الحديثة اللي حاليا موجودة بالمجتمعات يعني بصورة عامة. ما تعتقدين انه التكنولوجيا الحديثة دخلت ايضا بتربية الاولاد والتدخل في تربية الاسرة؟ أكيد اليوم التكنولوجيا هي سلاح ذو حدين اليوم أما
إذا سئت استخدامه فرح يأثر علي سلبا ويأثر على أبنائي. أما إذا اليوم استخدمته بشكل إيجابي لا بالعكس رح يعني الأبناء الأسرة هي نفسها. اليوم أنا من أقول التواصل الاجتماعي بعد بعدنا عن تواصلنا بس مرات إلى فائدة عندنا كثير من بس يأثر بنفس الوقت على سلوكياتهم طبعا يأثر لكن خلينا نقول مثلا الجانب الإيجابي عندك كثير من الأبناء الأقرباء اللي هم خارج القطر مثلا من خلال هاي يمكن أكو تواصل تأكيد. لكن هاي المواقع وكثرة المواقع وهاي أدت إلى اللهو الكثير حتى اليوم طبعا تعذرونا عن صوت اليوم صح إن شاء الله يا ربي إيه فاليوم الأبناء حتى دراستهم شوية ابتعدوا عنها بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والسهر وانشغالهم فأثرت تأثير سلبي على الكثير من العوائل والأسر ويمكن أدت إلى تهديم أسر يعني مواقع التواصل أدت إلى تفليش أسرة بالكامل من خلال هاي من المواقع التواصل الاجتماعي السلبية نقول احنا قلنا من البداية سلاح اذا اسأت استخدامه يمكن راح يمكن اصبح اليوم ادمان يعني اصبح نعم. اليوم الطفل او يعني الام مثلا تشتغل عن طفلها الاب مثلا مشغول بعمله هذا الابناء او كذا صعب التخلص اليوم يمكن اعتقد عندما اليوم الطفل او الابن اصبح يعني معلقه روحه بالتليفون او الجوال او الكمبيوتر من الصعب اليوم انه يتخلص من هذه العادات والتقاليد اللي اصبحت تلازمه يعني يمكن حتى منذ طفولته عمره سنتين احنا نشوف هسه اي بيت الام حتى تشتغل ممكن تعطي الهاتف النقال. اليوم اريد احكي هذا الموضوع ايضا يخص الدلال او تدليل الابناء وتنفيذ جميع رغباتهم ممكن انه هذا ياثر ايضا من ناحيه سلبيه على سلوكياتهم وعلى تربيتهم وعلى ايضا تصرفاتهم بالمستقبل. نعم طبعا الدلال يعني الطفل كل ما يريد احنا نلبي له هذا اكبر خطا بالعكس راح ينشا ولد غير مسؤول ما يعني عنده تلك الشخصيه اللي يعتمد على نفسه حتى وان كبر راح يبقى اعتماده على والده على والدته لان احنا ما عودناه من الصغر ان يعتمد على نفسه فشوف الدلال الزايد او كل ما اليوم الطفل هو اي شيء يشوفه يريده اليوم الطفل عندنا اي لكن انا مو كل شيء يريد الطفل انا البي له لا ما يخالف انا اهتم به انطيه رعايه اعلمه لكن مو كل شيء مباح للأطفال ولا بنفس الوقت أكون قاسي محروم ولا أيضا نعم. القسوة يعني أيضا ما أحرمه من كل شيء لكن ولا أعطي اللي يريده. اليوم نكون يعني على قدر المسؤولية مع أبنائنا اليوم هم البذرة للمستقبل هاي مثل يعني اليوم الطفل مثل الوردة إذا سقيتها بمي فراح تنشأ وتعطيك ثمر وتعطيك عطر ولكن إذا قللت المي أو ما هاي راح تيبس وتنتهي أبنائنا نفس الوضعية بالتأكيد. فتشوف هناك اليوم شباب والله يعجز الوصف عنهم شباب هم بعمر صغير لكن تلقى رجل وبنات أيضا شو السبب رأيك؟ انفتاحة على التواصل الاجتماعي التربية الصحيحة التربية الصحيحة والآباء والأمهات زرعوا داخلهم المسؤولية والثقة. اليوم إذا انعدمت الثقة ما بين الآباء والأبناء راح هذا حتى ما يثق بنفسه لكن أنا من أنطي الثقة وأسمعه اليوم يجب أن نسمع أبنائنا. أنا ابني من يجي مثلا من المدرسة ومجرد يقول لي أمي وما وأنشغل عنه لا أنا خليني أسمعه خلي حتى وإن كان كلامه خيالي أو أنطي المساحة من الاهتمام حتى يعبر ما بداخله وأسمعه حتى أعرف شنو مشاكله اليوم مع من يعني يتكلم أو منو أصدقائه حتى أنا ذاك الوقت أكون سند أعطي المساحة لكن دائما كل شيء لازم أن يكون ولا بد يكون بحدود وبإطار معين بالتأكيد. طيب أيضا خلي نحكي بموضوع آخر اللي هو دور المدرسة في تحديد سلوكيات الأبناء وفي تربيتهم وأيضا إحنا نشوف بعض أولياء الأمور أو رسالة من أم محمد تقول أني ربيت ابني على يعني نقدر نقول على إطار معين مثل ما أنا ردت ومثل ما راد أبوه لكن عندما دخل المدرسة اختلفت كل سلوكياته إلى الأسوأ من الأفضل
إلى الأسوأ. بنظرك هل هذا الأمر ينطبق على كل المدارس أم هنالك تباين ما بين مدرسة وأخرى من خلال القيادة من خلال الإدارة؟ نعم. المدارس طبعا هي سلسلة مترابطة مع الأسرة، يعني اليوم الطفل أول ما يفتح عيونه على الأم والأب، بعد ذلك بعد العمر السادسة من عمره راح يذهب إلى بيئة أخرى وهي المدرسة. المدرسة راح يجد آباء وأمهات غير اللي هو متعود عليهم، راح يجد زملاء. فهناك الكثير من المدارس، نقول إحنا مو منعمم، لكن الكثير من المدارس هي اليوم أسرة مؤثرة، أسرة فعلية، أسرة فعلية. يعني أهم شيء اللي إحنا من قلنا التربية والتعليم، قدمنا التربية على التعليم. يعني أنا مو فقط أنطي حروف الهجائية للطفل وأنسى هاي التعليم والسلوك، لأن هو راح يقتدي بالمعلم ويقتدي بالزملاء اللي موجودين، لأن هاي بيئة مصغرة يعني من مجتمع كامل. فتجد يعني الطفل المدلل، تجد الطفل العبث، تجد الطفل يعني حتى عنده نوع من المرض أو التوحد، هاي كلها تجدها بالمدرسة. فراح يصير يعني تقارب ما بين التلاميذ، فهذا يأثر تأثير إما إيجابي أو ما سلبي. اليوم إذا عندنا طبعا أكو مدارس للأسف كثير من تلاميذنا تسربوا من خلال المعلمين أو المعلمات من خلال أسلوبهم الحاد. يعني اليوم أنا بدل ما يعني أزجر الطفل وأقول له لا إلا تحضر واجبك، لا أنا أجيب أسلوب آخر حتى يحب المادة ويحب هذا المفروض أنه تسويه أو اللي يقع على عاتق المدرسة. نعم. طيب هنا احنا خلينا نحشي على مستوى الأسرة، عند ما يشوفون أولياء الأمور أنه سلوكيات ابنهم تغيرت، يعني أصبح حتى عنده طابع العنف مثلا. نعم. من خلال المدرسة، هنا شنو اللي يقع على عاتق الأب والأم؟ يعني هم تكون عندهم مسؤولية أكبر شنو؟ أكيد لا، يعني اليوم إحنا ما نفصل الأسرة عن المدرسة. يعني أنا اليوم دزيت ابني للمدرسة وخلص وانتظره من يرجع، متابعة. لا، يجب أن يكون متابعة ما بين الإدارة وولي الأمر حتى يتابع سلوكيات ابنه، يشوفه يعني هو ينقل سلوكيات ابنه للإدارة. إحنا المدارس تعرف هي تلاميذ عدد كبير، ما يشخص مرات يعني هذا، فمن يتابع يوميا أو بين فترة وأخرى ويشوف سلوكياته مع من يتحدث، من أصدقائه، شيء أكيد راح يعني ما يفوت الأوان، وراح المعلمات أو المدرسين راح يهتمون به بشكل خاص للأولياء اللي يترددون على أبنائهم. أكو اختلاف اليوم، أريد أسألك عن طفل اليوم عن طفل الأمس؟ اختلاف كبير يعني إلى الأفضل إلى الأسوأ بمجتمعنا العراقي. خلينا نحكي، ما نقول يعني هو كل يعني وقت أو زمن إلى إيجابياته وسلبياته ولكل. فتشوف اليوم إحنا الجيل هذا جيل محروم، رغم يعني هاي المواقع التواصل والحرية، لكن هو جيل محروم. احنا ما وفرنا لكم شيء حتى نطلب من عنده أن يكون جيل متميز، وفرنا له حتى هاي الأجيال هسه. احنا تعليمنا اليوم مو ذاك التعليم اللي بالمستوى اللي نطمح له. لا خلاص، هو مو المستوى المطلوب ليش بدنا جامعة. اذا 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 من يعني ما نريد احنا اليوم نضغط على ابنائنا ونقول له ليش، اذا هو بال يعني الدرجة الاولى هو التربية والتعليم ما ادت واجبها بالشكل الكامل بتربية هذا الطفل. انا اليوم المدارس وزارة التربية هي مو فقط تلقين، يعني احنا الكثير من المواد رفعت من المناهج العلمية اللي هي الأخلاقية الوطنية، النشيد الوطني اللي كنا يعني هسه يمكن نادرا ما تلقى لك طفل حافظ النشيد الوطني. كان يعني ترديد يومي للنشيد الوطني. الكثير هاي اليوم احنا بأمس الحاجة الأخلاقية، بأمس الحاجة إلها. لليوم نرسخ، احنا من أول ما بدينا شلون نرسخ القيم والأخلاق، نرسخها يعني هاي المدارس من خلال هاي المواد اللي الاجتماعية اللي تخلي أطفالنا يوم تزيدهم شعور بالانتماء لوطنهم، لحبهم لمدرستهم لبيئتهم. فهاي تحاولين تلمحين من كلامك أنه هل يا ترى للحكومة أو للسياسة تأثير على الأسرة أو على الأبناء؟ طبعا تأثير كبير جدا، يعني الحكومة بما أنه هي المسؤول اليوم كل مسؤول، كل راعي مسؤول عن رعيته.
فهم الرعاة اليوم يعني وزارة التربية رئاسة الوزراء هاي كلها مسؤولة عن هذا اللي ما يحدث اليوم من فشل من يعني الكثير. اليوم مؤسساتنا مشلولة, اليوم مؤسساتنا خاصة التربوية مشلولة. يعني المدارس أنت هسه يمكن لو تنظر إلى مدينة بغداد تجد الكثير من المدارس هياكل هيكل أو لو لكن هناك أيضا بنفس الوقت تكون مدارس نموذجية ومميزة لكن هاي الأهلية طبعا شيء أكيد طبعا مدارس الأهلية لكن الأهلية أيضا تأثر لأن هاي شيء أكيد تريد مبالغ مالية تأكيد. يعني أنا أريد أربي ابني لكن ما عندي الفلوس حتى أنا أخلي. طيب هنا دكتورة لأن عفوا أستاذة حتى شوية الوقت اللي دعمنا, حالات الطلاق اللي انتشرت بها الآونة الأخيرة بمجتمعنا العراقي اللي كثرت أيضا وهذا الشيء لاحظناه بالمحاكم العراقية, هذا شلون ممكن يأثر على تربية الأبناء وعلى سلوكيات الأبناء باختصار؟ اليوم الطلاق طبعا للأسف نسب مرتفعة جدا بالعراق. يمكن أنا شفت إحصائية ما بين شهر السابع والثامن وصلت إلى 4000 حالة طلاق وهاي طبعا تأثر على الأبناء من خلال التفكك الأسري. اليوم الزوج عندما يطلق زوجته وكأنما يعني شيء وانتهى, نسى أن أكون هناك أبناء بحاجة إليه. أيضا هي الأم عندما تنفصل عن زوجها راح تغذي أطفالها بالكراهية والحقد على الأب فيكون الضحية هنا الطفل. نعم إذن الكل اليوم هو مساهم في سلوكيات الأبناء و أيضا سلوكيات الأسرة نفسها إذا كان على المستوى السياسي أو الحكومات أو أيضا المجتمع وأيضا المدرسة وأيضا الأب والأم وحتى الإعلام إلى دور كبير بالوعي وتربية الأبناء من خلال البرامج ومن خلال لقائنا هذا اليوم. بالتأكيد يسرنا وجود ببرنامج يوم جديد الباحثة والأكاديمية خلود الشمري, أتمنى لك نهار سعيد وشكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا مشاهدينا متواصلين.